انتصرت مصر وحققت انتصارا كبيرا على العدو الإسرائيلي بعد حرب دامت يعني عدة أسابيع. خلالها حققت القوات المسلحة المصرية أكبر انتصار في تاريخ الحربية المصرية بتفوقها على العدو الإسرائيلي واستعادت الكرامة المصرية بعد هزيمة مخزية عام 1967. لا شك أن القوات الجوية كان لها الدور الأكبر في هذه الحرب التي استطاعت مصر أن تحكم سماءها عن طريق القوات الجوية وأيضا عن طريق قوات الدفاع الجوي. ولكن اليوم معنا أحد أبطال هذه الحرب العظيمة الذي شارك في هذه الحرب، هو سيادة اللواء طيار نصر موسى، أحد أبطال حرب أكتوبر. أهلا بك. أهلا وسهلا. مشاهدينا، نتابع معا هذا التقرير عن حرب أكتوبر المجيدة، ثم نعود بعدها لاستعادة ذكريات تلك الحرب مع أحد أبطالها اللواء نصر موسى. كونوا معنا بعد هذا التقرير. السادس من أكتوبر عام 1973، تاريخ محفور في ذاكرة كل مصري، يحتفل الشعب كله بذكرى أعظم انتصار في تاريخ المصريين. إنه انتصار السادس من أكتوبر. 41 عاما مرت ولا تزال أصداء تلك الملحمة العسكرية المصرية تقف شاهدا على معدن الجندي المصري، على قدرته على اختراق حواجز المألوف، قدرته أيضا، وتلك ليست جديدة على المواطن المصري، على تسطير صفحات جديدة تماما في التاريخ دون مقدمات. ففي غضون 5 أيام فقط نجحت فرق الجيش المصري 5 في عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف وإقامة رؤوس الجسور بعمق بلغ 15 كيلومترا، ثم قررت القيادة العامة تطوير الهجوم والاستيلاء على منطقة المضايق. لم تكن حرب أكتوبر مجرد معركة عسكرية استطاعت فيها مصر أن تحقق انتصارا عسكريا على إسرائيل، بل كانت اختبارا تاريخيا حاسما لقدرة الشعب المصري على أن يحول حلم التحرير وإزالة آثار العدوان إلى حقيقة. لقد ظل هذا الحلم يداعب خيال كل مصري. تلك الحرب التي تحملت فيها القوات المسلحة المسؤولية الأولى وعبء المواجهة الحاسمة وكانت إنجازا هائلا غير مسبوق، إلا أن الشعب المصري بمختلف طوائفه وفئاته كان البطل الأول للحرب وتحقيق نصر أكتوبر، حتى أن تلك الحرب المجيدة يطلق عليها حرب الشعب المصري كله، حيث لا توجد أسرة مصرية لم تقدم شهيدا أو مصابا أو مقاتلا في تلك الحرب الخالدة. ويرى المراقبون أن نصر أكتوبر أعاد رسم خريطة القوى في العالم، فلم تكن حرب أكتوبر مجرد حرب للعبور وتحرير الأرض، لكنها كانت نقطة تحول كبرى في تاريخ أمة. لقد علا الصوت العربي وأفاق العالم أجمع على قوة المصريين والعرب. بكم مجددا مشاهدينا، ونعيد الترحيب بضيف هذه الحلقة البطل اللواء طيار نصر موسى، أحد أبطال حرب أكتوبر. أهلا بك. أهلا وسهلا. وننتهز فرصة أنك معنا وأنت كنت تستهل حياتك العسكرية في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر، هل لك أن تطلعنا على الأجواء التي سبقت تلك الحرب؟ الحقيقة عشان أتكلم عن حرب أكتوبر لازم أقول زي ما حضرتك قلت الأجواء اللي قبل الحرب، لأن 67 كانت هزيمة وكان حرب ما مش فيها ندية، يعني العدو الإسرائيلي خدنا مباغتة وعمل على هزيمة الجيش المصري والشعب المصري كمان بالكامل.
بعد كده الشعب المصري وقف وراء قواته المسلحة عشان نبني قواته المسلحة من جديد. ما كانش فيه عتاد، ما كانش فيه طيارات كتير، ما كانش فيه طيارين كتير، فكان لابد من وقفة علشان نعيد بناء القوات المسلحة من جديد. إعادة بناء القوات المسلحة كانت من 67 إلى 69، وبعدين ابتدينا نخش في حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف ل 500 يوم هي البروفة الحقيقية لحرب أكتوبر، بمعنى لو لم تكن حرب الاستنزاف لا تكون حرب أكتوبر، لأن حرب الاستنزاف هي الحرب اللي خلتني أعمل اتصال بالعدو مباشر. بعد 67 أو قبل 67 كان الشعب أو الجيش المصري خرج من حرب اليمن، خرج من حرب اليمن اعتقادا منه أنه هو انتصر، وبالتالي كان فيه شيء من الغرور شوي اللي بيها. لما جت 67 وما قبل 67 5 يونيو تحركات الجيش المصري واتنقلت عبر سيناء الدبابات واتصورت في التلفزيون، يعني احنا هنقوم بحرب، فما كانش فيه حاجة مفاجأة، كان فيه شوء إعلامي أكتر. دي نقطة. النقطة الثانية، احنا ما كناش نعرف العدو الإسرائيلي. أنا أتكلم عن العدو الجوي، العدو الإسرائيلي الجوي احنا ما كناش نعرفه، بدليل الأغاني اللي كانت موجودة قبل كده، في البحر هنوقعهم، هنغرقهم، في السماء هندمرهم، كلام ده كله شو، ولكن لا يمت الحقيقة بصلة. لم نكن نعرفه ولا لم نكن نعرف العدو الإسرائيلي ولا قوته ولا قدراته، سواء العسكرية أو الفنية أو التكتيكية خالص. طب يعني حتى الضربات التي كانت تنفذها القوات الجوية الإسرائيلية لم تكن تترجم أن هناك تفوقا عن طريق الأسلحة الأمريكية، خاصة حضرتك تكلمت عن نوعية الطائرات التي كانت لديهم في هذا الوقت. العدو الجوي الإسرائيلي أعرفه إمتى؟ أعرفه لما أتلاحم معه، أعرفه لما أشتبك معه. إنما لما تقوم القوات الجوية الإسرائيلية بهجوم على مناطق في داخل الدلتا، انا ما اعرفش، ما فيش احتكاك مباشر بينه وبين العدو، يعني ما ابدا اعرف عدوك انا ما اعرفوش. انما في خلال 500 يوم في حرب الاستنزاف انا اشتبكت مع، انا كقوات جويه مش انا شخصيا، انا اشتبكت مع القوات الجويه الاسرائيليه اشتباك مباشر. هقول لحضرتك احنا كان التكتيك بتاعنا في القوات الجويه تكتيك روسي، يعني كلها عقيده روسيه في التكتيك. التكتيك الاسرائيلي كان تكتيك امريكي او تكتيك غربي، يختلف كلية وجزئيا عن التكتيك الروسي. دي حاجة. حاجة تانية، الطيارة اللي معنا اللي أعلى طائرة قتال موجودة في مصر كانت الميج 21، هو عنده أعلى طائرة قتال كانت المراج والإف 4 اللي هي الفانتوم. فالتكتيك ده لما حصل في خلال ال 500 يوم عرفت العدو الجوي الإسرائيلي ودفعت الثمن دم، احنا مات شهداء كتير في القوات الجوية في التلاحم مع هذه الطائرات الإسرائيلية. ليه؟ لأن هو بيشتغل بتكتيك غربي تقن عالي جدا، وانا بشتغل بتكتيك روسي عقيم شوية. فلما وقع مننا ناس كتير ابتدوا يعرفوا ايه هي المعارك الجوية بتتم ازاي، الكمان الجوية اللي كانوا بيعملوها ازاي، شكل التشكيل نفسه كان ازاي، احنا بنحمي بعض ازاي. طب انتهز الفرصة، يعني قارن لي كخبير في الطيران بين الميج 21 وقتها والاف 16، يعني هذه تتفوق في ماذا؟ الاف 4 قصدي حضرتك، الفانتوم وكانت وقتها طائرة لها سمعتها العالمية، يعني قارن لنا بين إمكانيات تلك الطائرة وإمكانيات تلك. طيب احنا هنوقف الحديث عند الحتة دي ونقارن ونرجع تاني. هل تفكرني بمرجع تاني؟ الطائرة الفانتوم في ذلك الوقت دي كان أعلى طائرة تكنولوجيا في الوقت ده. الطائرة الفانتوم مقارنة بالميج من حيث 21 كل حاجة، هقول لحضرتك كل حاجة. الفانتوم طيارة ترسانة جوية طايرة فيها اتنين طيارين، واحد بيطير واحد بينشن ويضرب. طيارة الفانتوم فيها رادار يصل الى 450 كيلو، الميج 21 فيها رادار 20 كيلو، قارن انت بقى الفرق. الطيارة الفانتوم فيها جهاز التي فيها جهاز يوصلها الى نقطة في اي حتة. الميج 21 فيها بوصلة، البوصلة دي قابلة للأخطاء للخطأ. الطيارة الفانتوم فيها جهاز تنشين ينشن على ورقة زي اللي قدامك دي في الأرض. الميجو 20 كنا بننشن بالبوز بالنوز بالبيت تيوب بالخبرة بالجسم الطيارة. يعني نقدر نقول دي يدوي وهذه كانت دي تكنولوجيا عالية في الوقت ده، ودي كانت شغالة مش يدوي زي ما قولوا بالمنافلة. في مقولة قالها ضابط صف في ذلك الوقت، قال احنا كان معانا سلاح ما ينفعش نخش بيه خناقة، مش هقول لك حرب. دي مقوله حقيقيه. طب هذه معجزه، انت تتحدث انها عن معجزة. عن فعلا معجزة. انها معجزه. طيب نعود الى النقطه التي توقفنا عليها. النقطه التي توقفنا عليها ان بيقول في فتره ال 500 يوم، ال 500 يوم دول اتعلمنا نحتك بالعدو الجوي الاسرائيلي ازاي.
زي ما قلت حضرتك في التكتيكات اللي كان بيتم. فاحنا خدنا من هذه الحرب التكتيك الغرب بيتم ازاي، ازاي هم بيعملوا الكمان الجويه، ازاي انا اقدر احمي الليدر او انا مشكل خلف الطياره اقدر احميه ازاي، المسافات اللي بطير على شكلي انا، عشان الكلام المفهوم للعامه يعني. في خلال الفتره دي لما عرفت التكتيك الغربي حصل بعد في الاعداد لحرب اكتوبر 73، قبلها بسنتين ونص ثلاثه اتعلمنا تكتيك مختلف تماما اسمه التكتيك الباكستاني. غريبه دي. التكتيك الباكستاني بيعتمد على انه يقوم بالتحكم في الطياره، الطياره الميج 21 في اي ارتفاع حتى السرعه صفر. المعروف ان الطيارات دي ليها سرعات معينه مينيمم، فدي توصل لحد السرعه صفر والطيار يقوم بالتحكم في الطياره دي. ده نوع من التكتيك فردي لكل طيار على حده، ينفذ عن طريق الطيار ام عن طريق ينفذ عن طريق الطيار والطياره. ازاي كومبينيشن او خليط ما بين التكتيك الروسي اللي كان ملوش، اللي كان بعيد تماما عن الحروب اللي احنا تعلمناها في روسيا لان انا من الناس اللي راحت روسيا، والتكتيك الغربي اللي احتكينا بيه في 500 يوم الحرب الاستنزاف، والتكتيك الباكستاني في التحكم في الطائره المنفردة. طب لأن ما الذي أضافه هذا التكتيك الجديد من ميزات على الفانتوم؟ الطيارة الميج 21 طيارة صغيرة. نعم. صغيرة مقارنة بالفانتوم، ولكن أنا لما أعرف العدو وأعرف إمكانيات طياراته ومدى صواريخه وارتفاعاته وسرعاته ومناوراته كاملة، وأعرف اللي راكب جوه الطيارة اللي هو الطيار طبيعته بيفكر ازاي، العقيده بتاعته ايه، بالمقارنه باللي عندي طياره عقيمه فيش فيها رادار، سرعتها الى حد ما محدوده، تسليحها مش تقول لحضرتك تسليح الميج 21 صاروخين وخزانات. الفانتوم بتشيل 7 طن قنابل وبتشيل حوالي 8 صواريخ، فالمقارنه غير عادله، غير عادله بالمره. فكون ان انا اجابه هذه الطائره ونقوم بان احنا نهزمها او نوقعها في الجو، ده شيء من المعجزات اللي كانت المفروض تم. انا هرجع لحضرتك في الاعداد للحرب ايام الرئيس السادات. بالمقارنات اللي حضرتك عايز توصل لها دي، الرئيس السادات الله يرحمه لما عرض عليه تقارير الحرب، الحرب دي مش حرب يلا بينا نحارب، الحرب دي دراسه ومعلومات كامله عن العدو وعن نفسنا اللي بيها اقدر اجابه العدو بنقط القوه والضعف. الرئيس السادات الله يرحمه لما قالوا له ان لما طلب ان هو يقوم بحرب تبدا بالضربه الجويه تليها العبور او اقتحام قناه السويس، كان لابد من حسابات القوه الرئيسيه للعدو والقوه الرئيسيه للقوات المسلحه بما فيها القوات الجويه. فكان الـ 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 الاتجاه ان لا يمكن تقوم حرب وخصوصا جويه، لا يمكن تقوم القوات الجويه بشن غاره او بشن هجمه جويه على العدو الاسرائيلي بهذا النوع وهذا العدد من الطائرات القديمه شويه. انا بتكلم عن الميج 20 اللي هي اعلى حاجه اللي هي مقاتلات. ناهيك عن المقاتلات القاصفه زي السخوي والميج 17 وخلافه. الرئيس السادات لما ادوا الحسابات ما بين القوى الاسرائيليه الجويه وبين القوى المصريه لقينا ان هم يفوقون 4-1. أربعة إلى واحد قوه عددا وعده. اذا المنطق كان يقول اننا يجب الا نخوض تلك الحرب. صحيح. نعم. لما عرض هذا الكلام وحد دين الوافق انهم يقوموا بالحرب، الفريق حسن اللواء حسن مبارك والفريق الجمصي، الفريق الجمصي. طب عند هذه النقطة نتوقف، وقد انضم إلينا عبر الهاتف الآن سيادة اللواء أحمد نصر أحد أبطال حرب أكتوبر وقائد قوات المظلات الأسبق. اهلا بك سياده اللواء، وهل لك يعني نرجو ان تكون كنت معنا من بدايه الحلقه حيث سرد سياده اللواء نصر موسى كيفيه الاعداد لتلك الحرب، اهم ذكرياتك وانت قائد لقوات المظلات اثناء هذه الحرب. طبعا يعني جربك، انا ما كنتش قائد لوحدات المظلات في هذا التوقيت، ولكن انا كنت احد ابناء وحدات المظلات في خلال حرب اكتوبر. لكن قائد وحدات المظلات راجل موجود اللي هو محمود عبد الله حي يرزق، وهو كان قائد وحدات المظلات خلال هذا التوقيت. يمكن وحدات المظلات كانت خلال الفتره دي كان في بعض الوحدات مكلفة ببعض المهام الخاصة
في سيناء كان مثلا مهمة الدواء 182 كانت إسقاط والإبرار في منطقة مضيء الختمية في على المحور الأوسط، ولكن نتيجة لتطور ظروف العمليات وحدوث الثغرة اتغيرت المهمة وتم الاشتراك في تدمير القوات اللي كانت موجودة داخل الثغرة خلال حرب أكتوبر. طيب يعني المهمة الرئيسية كانت لقوات المظلات، أعتقد أنها في كل الحروب أنها يعني يحدث إسقاط لهؤلاء الجنود خلف خطوط العدو، يعني هل شاركت في تلك أو إحدى هذه المهمات؟ أو يمكن هو ما تمش خلال حرب أكتوبر عمليات إسقاط لوحدات المظلات، ولكن تم عمليات إبرار تنفيذ بعض المهام الخاصة بوحدات الصاعقة، ما كانتش وحدات المظلات. زي ما بقول لجنبك كانت وحدات المظلات كانت مكلفة بتنفيذ بعض المهام خلف خطوط العدو خلال أعمال التطوير لقواتنا المسلحة، ولكن نتيجة للتغير في المواقف كلفت وحدات المظلات بالعمل داخل ثغرة الدبرسوار. وانا كنت واحد من ابناء الوحدات اللي هي شاركت في معركه الثوره في الدفرسوار. وحدات المظلات قادره على تنفيذ المهام سواء باعمال الابرار او الاسقاط او برا، لان فرد المظلات هو فرد مشاه مدرب جيدا وعلى لياقه بدنيه عاليه، لما بينزل على الارض بوسيله النقل اللي هي بتوصله سواء الإسقاط بالمظلات أو الإبرار بطائرات الهليكوبتر، يتحول إلى مقاتل مشاه شرس، تمام، بيقدر ينفذ كافة المهام اللي بتقوم بيها وحدات المشاه. نعم. وده اللي حصل خلال وجودنا في ثغرة الدفرسوار. نعم. سيادة اللواء أحمد نصر، أحد أبطال حرب أكتوبر وأحد يعني المشاركين في تلك الحرب في قوات المظلات، كنت معنا على الهاتف، شكرا جزيلا لك. ونعود إلى سيادة اللواء طيار نصر موسى، وكنا قد توقفنا عند قرار الحرب الذي اتخذه قائد القوات الجوية وقتها، قرار حرب الرئيس الأسبق الرئيس السادات، ولكن كان قائد القوات الجوية هو الرئيس الأسبق حسني مبارك واللواء القمصي. كانت المعلومات بتقول ان لا يمكن نقوم بضربة جوية او نشن حرب على اسرائيل تبدأ بالضربة الجوية، وانا قواتي اربعة، هو اربعة وانا واحد عدديا، لا قوة يعني، معلش انا اديك مقارنة يعني، لو بنتكلم في طبقا لحضرتك قلت الارتفاعات والسرعات والامكانيات والتسليح وإلى آخره، والفانتوم وكذلك الميجا 20، هنقول ان دي تاخد اربعة ودي تاخد واحد. نعم. فالمقارنة اضرب بقى حضرتك العدد بتاعه في اربعة واضرب العدد بتاعي في واحد، يطلع النسبة اربعة الى واحد تقريبا. نعم. فعشان اقوم بحرب السرية السادات الله يرحمه كان ليه مقولة مشهورة ان لا يمكن قيام حرب بتبدأ بضربة جوية في هذه المقارنة الغير منصفة. فقال لهم انت حسبته طيار؟ قال له لا ما حسبش طيار، الطيار ده ما بتحسبش لان الحاله المانيه لا تحسب برقم، ولكن اللي يحسب برقم المعده الحديد التسليح وخلافه. فقال لهم ده انا ده ابني طيار بعشرة من الطيارين الاسرائيليين، حطوا الحسابات وحطوه بعشرة، كان بيقصد وبلغوهم هذا حتى يحدث توازن لصالح برفع الروح المعنويه للقمه علشان نبقى احنا سبعة الواحد تقريبا. طبعا هو كلام معنوي اكتر، بس هو كان يقصد وكان متأكد وواثق 100% ان طيارينه هيبقى الواحد فيهم بعشرة ضد هذه الترسانة والزراعة الطولة. طيب متى ابلغتم انتم كقوات جو او كافراد طيارين في القوات الجوية ببدء الحرب؟ أنا يومها ام قبلها؟ لا انا هقول يعني هكمل حتة دي لان التسلسل مطلوب في هذه اثناء الاعداد الحقيقي للحرب. احنا بداء من 1971 بداء ما دخلت انا في العمل التدريبي للقوات الجويه بعد ما رجعت من الاتحاد السوفيتي، لان ما حضرش ال 500 يوم بتوع الحرب السناف، ولكن اسدتي حضروها اللي بيها نقلوا لنا هذا الكلام بعد كده. نعم. في خلال فتره الاعداد كان لابد ان احنا نعرف العدو، درسنا العدو الاسرائيلي كويس قوي،
أقوى مني عتاد وعدة، وليست أقوى مني بالحالة المعنوية والإيمان بالله وبالوطن وتحرير الأرض. ولكن درست تسليحه وإمكانياته وطياراته وحملاته وأجهزة تنشينه بالكامل. عرفت إزاي؟ عرفت من هو العدو اللي أنا هقابله علشان بقى أنا أحترم العدو اللي أنا هقابله. أنا لازم أحترم العدو اللي أنا هقابله، لأن لو سفهت العدو وطلع أكتر مما أتخيل يحصل زي 67. ولكن أنا احترمت العدو تماما وعرفت قدراتي تماما. التدريب كان بيتم إزاي؟ إحنا كنا بنعمل تدريب شاق جدا جدا. أنا حد حضرتك مثلا من 67 لغاية 73 إحنا فقدنا حوالي 45 طيار في التدريب وفي حرب الاستنزاف. فالتدريب الخسارة فيه للطيران أعلى من الحروب، لأنه تدريب شاق للغاية على محاكاة لجميع المهام. كل طيار في طيارة محترف في هذا النوع من الطيارات. يعني ميج 21 مقاتلات اللي زينا محترفين قتال جو في الجو، الميج 17 كقتال أرضي أو قصف أرضي محترف أنه يقدر يضرب المواقع إزاي، السخوي 7 اللي كان بتقوم بنفس المهمة محترفين، يعني طيارين محترفين. الطيار الهليكوبتر اللي بين الجنود سواء خلف العدو او ابرار او لاخره عارف بيعمل ايه. طيارات النقل اللي بتنقل عتاد من والى عارفين بيعملوا ايه، يعني تشارك في اسقاط قوات المظلات. الطيارات القاذفات زي التيو كان ليها دور كبير جدا في 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 الحرب اكتوبر وتدريب ما قبلها. انا عايز حضرتك ان التدريب كان شاق في جميع الاتجاهات، في جميع، اولا الشحن المعنوي والوقوف على مستوى الطيارين تماما يكاد يكون اسبوعيا. يعني الرئيس حسني مبارك لما كان قائد القوات الجويه كان بيزورنا كل اسبوع، لانه كان مكلف ان الرئيس السادات انه يعرف مدى قدره القوات الجويه المصريه ومدى احترافها وتدريبها الى اي مستوى، علشان الحس اللي كان حاس بيه ان انا طياري بعشرة كان يبقى في مكانه. لأنه لو ما كانش فيه متابعة مستمرة تكاد تكون كل أسبوع عن موقف الطيارين وتدريبهم ومستواهم اللي هيوصل لغاية فين، ما أعتقد أن رئيس السادات الله يرحمه ما كانش هيبقى مرتاح. ولكن هو كان مرتاح لما كان بتوصل له التقرير أو بتوصل له تقرير عن مدى اللي احنا وصلنا له. احنا وصلنا في الميج 21 كمقاتلات إلى مستوى احترافي، استخدام الطيارة في جميع الاتجاهات، استخدام الطيارة في جميع الاتجاهات. أنا ما انساش دور التكتيك الباكستاني. عفوا، يعني كان هناك مشاركون من المدربين الباكستانيين؟ لا مش مشاركون، كان في الطيارين القدامى اللي درسونا وعلمونا كانوا راحوا سوريا، كان في طيارين باكستانيين هناك اتعلموا منهم ازاي السيطرة على هذه الطائرة في الجو بسرعات منخفضة حتى الصفر. ودي ترى الميج 20 تحت سرعة 200 ممكن تقع منك في سبين او انهيار حلزوني ما تقدرش تسيطر عليها، انما كيفما تسيطر عليها في الحالات. وده افادنا كثير جدا في الاشتباك انا شخصيا مع طياره ميراج يوم 18 في بورسعيد. طياره ميراج من جنوب افريقيا كانت، لو هيجي الحديث ليها لو وسعنا الوقت يعني وصلنا للنقطه دي هقول لحضرتك الموضوع تم ازاي. ميراج فرنسية الصنع طياره جنوب افريقي وطيارين مرتزقه من جنوب افريقيا كانوا في القوات مع القوات الاسرائيليه، كانوا بيحاربوا مع القوات الاسرائيليه. الكلام ده يوم 18 بعد ما حدث اللي حصل في اثناء الطيارات الكتير اللي وقعت من اسرائيل بواسطه الدفاع الجوي والقوات الجويه. ارجع لحضرتك، انا عايز اقول ان التدريب ما كانش للطياره بس. الموجهين اللي كانوا بيوجهونا، لان موجه ليه دور في الطياره زي دي ما فيهاش رادار، ليه دور ان هو يوجه الطياره لمنطقه اشتباك، وليه دور انه ينقذ الطيار من اي عدو جاي خلفه يقول له. فده تدريب الموجهين وليهم دور لا يستهان به. الاطم الفنيه والمهندسين، المهندسين اللي كانت بتصلح الطيارات في وقت زمن قليل جدا واللي كانت بتمد بقطع الغيار، والاطم الفنيه اللي كانت بتجهز الطياره. مش عايز اقول لحضرتك سواء الباوزر اللي هو التانكر الوقود ليه دور وغير معلوم، طيار الفرد اللي هو بيدور الطياره بمعده اداره ليه دور بالسرعه في الاداء. ولكن في النهايه اذا لم يترجم الطيار كل تلك الخدمات في الجو فلن تكون لها اي هي دي بقى العناصر المساعده اللي بتصل بالطيار انه يطلع بالطياره. في طياره وفي طيار طلع بالطياره بقى في قتال. حضرتك تعلم ان القوات الجويه عنصر القتال فيها الطيار بس. اي فرد في القوات المسلحه يحمل سلاح فهو مقاتل. قوات الجوية أي فرد بيخدم أو بيساعد ما بيحاربش. يعني الميكانيكي اللي بيجهز طيارة ما بيحاربش، ولكن اللي بيقتل وبيطلع مقذوف يقتل بيه العدو الطيار فقط.
في القوات الجوية. فموضوع طيب. نعود لبداية الحرب، هل أبلغتم أن الحرب ستبدأ قبل أن تبدأ الحرب بأيام، أم أنكم أبلغتم في نفس يوم؟ شوف حضرتك، احنا اختلفنا بطرازات طياراتنا. يعني في طيارين ما يعرفوش ان الحرب دي الا لما طلعوا وعدوا قناة السويس. في طيارين المخططات القذفة كده، في طيارين ما يعرفوش ان الحرب الا بعدها بيوم، ان دي قامت حرب وبتاع، كنوع من التدريب. يعني العبور لما تم بالطيران 220 طيارة، اللي منهم 150 طيارة بتضرب، في كان طلعوا مرة ورجعوا، طلعوا مرة وتانية ورجعوا، تلات مرة رجعوا، قالوا فاكرين ده يعني تدريب، ولكن لما كملوا بقت حرب. في نوع من الطيارين زينا اللي هو السلاح الطيران اللي هو القتالي، اللي هي احنا المقاتلات ليها دور. احنا انا عرفت شخصيا قبلها ب 24 ساعة ان بكرة الحرب. ليه؟ لان انا طيار ما بطلعش اضرب طلعة بزمن، يعني الساعة 2 تبقى فوق الهدف وإلى آخره. انا بطلع بناء على طوارئ خرطوشة، وانا مربوط في الطيارة ساعة ساعتين اطلع دلوقتي. فعشان اطلع دلوقتي من غير ما يقول لي الساعة كام، لابد ان انا اكون مستعد جسمانيا ونفسيا وكل حاجة. فانا عشان ابقى مستعد للحرب كمقاتلات، كان لازم يقول لي قبلها بيوم عشان انام كويس. لان لو ما نمتش كويس يبقى في كلام. انما التجهيز للحرب بالنسبه للمقاتلات ده وقتي، اطلع دلوقتي اطلع دلوقتي. اسمح لي ان نخرج عند هذه النقطه ثم نعود مره اخرى، ولكن الى الشق الانساني. حينما علمت ان تلك الحرب ستبدا غدا، هل ورد في ذهنك الاتصال باي يعني من اعزائك؟ هل ورد في يعني ما الذي خطر في ذهنك؟ اسمح لي أن أعرف إجابة هذا السؤال بعد الفاصل التالي. تمام. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونعيد الترحيب بسيادة اللواء طيار نصر موسى، أحد أبطال حرب أكتوبر. وكنا قد توقفنا عندما أبلغتم بقرار الحرب، ودخلنا إلى الشق الإنساني. يعني أول ما خطر على بالك، أول من خطر على بالك من أهلك أو من أصدقائك؟ احنا توقفنا كتير على فكرة. معلش. الحقيقة من الشق الإنساني لم يخطر على بالي أي حد، ولا أهلي ولا حد أبدا. كان في مهمة رئيسية كنا متدربين عليها علشان نقوم بتحرير الأرض ورد كرامة الشعب المصري والجيش المصري، فما كانش في بالي أو في دماغي. لم يكن هناك خالص شق إنساني خالص. طيب. هو حضرتك بتتكلم في الإعداد وقبل المعركة أو قبل الحرب بيوم عرفنا، ولما عرفنا مفروض احنا ننام بدري، ولكن هيهات ان احنا ننام بدري. واحد زي انا ما نامش 67 وانا في الثانويه العامه، ازاي الاسرائيليين عملوا فينا كده؟ فانا كان عندي شعور مختلف عن اي طيار تاني في استرداد الارض دي ونرجع بعد التهجير تاني، فشعور مختلف. فما كانش في لم تستطع النوم؟ انا لم استطع النوم الا يمكن الساعه 3، لان انا كنت بفكر ازاي الموضوع ده هيتم، ازاي هنطلع، ازاي هنرجع، مش هنرجع. يعني كان في تفكير كبير ابعدني تماما عن الاهل والاصدقاء في الفتره دي. اثناء القتال او اثناء المعارك الجويه انت بتحش بحاجه ابدا، لان الطيار في الطياره المفروض ان هو بيبقى يقتل مقتول، ملاش حل. لان هو بيبقى لحظه في الطياره وقدامه عدو اسرائيلي او عدو جوي اسرائيلي او طيار اسرائيلي، المفروض ان احنا بنشوف بعض في الجو عيني في عينه في بعض المعارك. يعني لو حبيت تسرد هذا الكلام، لو حبيت تعرف هذا الكلام بدون قطاع. لا تفضل. لما قامت الحرب كان المفروض، لو عايزين نتكلم في الضربه الجويه يعني قامت ازاي او ليه الضربه الجويه تمت، هقول مختطفات علشان الوقت مش هيسمح. ان حرب اكتوبر ما لم تكن الضربه الجويه اللي سفهت بعد كده واختزلت زي ما بيقولوا في شخص واحد، قوات الضربه الجويه قام بيها القوات الجويه بالكامل من اول عسكري حراسه لغايه اعلى قياده في القوات الجويه. الضربه الجويه اللي حققت 95% من اهدافها في سيناء، هي لم تسفه الضربه الجويه، لا سفهت في بعض الاوقات او بعض الكتاب بدون ذكر اسماء. سفهت واختزلت، قالوا دي المفروض تتم ب 18 طياره و كلام معروف. يعني التقنيه مش عايزين نقول مين. لا مش عايزين نقول مين. ولكن لما قامت القوات الجوية وضربت أو حققت 95% من أهدافها بضرب تمادة والمليز وراس نصراني، وضربت القوات الإسرائيلية في سيناء والاحتياطيات التعبوية اللي بعديها، وضربت الدفاع الجوي الإسرائيلي بالكامل، وضربت معظم النقط الحصينة، ضربت المطارات ومنعت ما هي المطارات تمادة وراس نصراني النقط الحصينة، وضربت أهم حاجتين مهمتين اللي هي
مركز الاتصال والسيطرة الاتصال والقيادة والسيطرة طبعا تشويش والإعاقة في أم مرجم. لما حصل لما ضربوا المركزين دول انقطع الاتصال ما بين إسرائيل الأم والقيادة في سيناء، فحصل شلل تام للقوات للاتصال. هقول لحضرتك إن الضربة الجوية لما حصل إنها نجحت ب 95% العبور والاقتحام كان بمقاومة من العدو 30%. بالطبع لو ما كانش في عدو لقواتنا كام في المية؟ 100%. فالضربة الجوية قللت قدرات العدو من 100% ل 30%، وبالتالي كان العبور مش عايز اقول سهل او سلس ولكن بمقاومة اقل من 100%. طيب عند هذه النقطة نتوقف لانها نقطة هامة جدا، لان فعلا الضربة احنا قلنا مش هنتوقف. هي اعتذر منك لان يعني عدد يعني واضح ان العديد من القوات شاركت في تلك الحرب، ويعني نحن يعني نود ان نتعرف على مجهود كل سلاح من هذه الأسلحة. ينضم الينا الان سيادة لواء صادق عبد الواحد رئيس عمليات الصاعقة القوات او كتيبة الصاعقة التي منعت القوات الإسرائيلية من دخول الإسماعيلية. اهلا بك سيادة اللواء، وكيف منعتم الإسرائيليين من دخول الإسماعيلية وقتها؟ اسمح لي بس في تعليق سريع كده على الزميل الكلام اللي بيقوله، بيتكلم على الضربه الجويه. سياده اللواء نصر موسى، الحرب ما كانتش ضربه جويه بس، كل سلاح اعتبر انها اسلحه مشتركه، فكل سلاح كان له دور. ونخص بالذكر القوات الجويه بالطبع في العمق، ووحدات الصاعقة اللي منعت احتياطيات العدو من التدخل في عملية العبور. يعني هل تزامن عملكم مع بداية الضربة الجوية أم أنكم عناصرنا عناصر الصاعقة موجودة في الشرق من قبل الضربة الجوية؟ كانت فأوضحها بتحتل أوضحها علشان تمنع احتياطات العدو من التدخل في نجدت. طيب كانت القوية. يعني مهمتكم في اليوم الاول يعني ماذا كانت؟ هو منع احتياطات العدو التكتيكية القريبة او التعبوية البعيدة اللي جاية من بعيد بقوات اكبر من التدخل والوصول الى القناة. طب اذا يعني هل اتجهتم مباشرة الى مثلا نوعية معينة من مخازن الاسلحة، نوعية معينة من مخازن الذخيرة او المؤن في مكان معين في اليوم الاول من الحرب لتفجيرها؟ في اليوم الاول هو كان الهدف الرئيسي هو منع احتياطات العدو من التدخل في العملية في عملية العبور بتاع قواتنا، وبالتالي ده أدى إلى يعني ماذا تقصد بكلمة احتياطيات؟ يعني جنود منع جنود العدو من الوصول إلى خط القناة للتدخل في أعمال العبور لقواتنا الرئيسية على مستويات متعددة. إنما في الأيام التالية كان في استهداف مخازن الذخيرة ورادارات العدو وكل الأهداف والإغارات على مناطق تمركز القوات الإسرائيلية. طيب سيادة اللواء، هل كانت عملياتكم مقتصرة على يعني أماكن معينة في سيناء أم أنكم توغلتم إلى العمق؟ يعني بتغطي بالجبهة بكامل وبالعمق، لأن كان في كماين لقواتنا ضد احتياطات العدو البعيدة على مسافة 50 كيلو من خط القناة. يعني أنا عايز أقول إن يعني ينسب الفضل في نجاح العبور إلى عناصر عدة، منها القوات الجوية ومنها وحدات الصاعقة والمهندسين العسكريين والحرب الإلكترونية، فكلها بالطبع يعني هي كانت سيمفونية، كل منكم كان له دور بارز في إنهاء هذه الحرب لصالح مصر. سيادة اللواء صادق عبد الواحد رئيس عمليات الصاعقة، شكرا جزيلا لك. نعتذر منك سيادة لواء نصر، تفضل أكمل. أنا اعتذر يعني طبعا سيادة اللواء، أنا لم أذكر المعركة المشتركة أو المعارك المشتركة.
أو مراكز أسلحة مشتركة. ده موضوع يطول شرحه جدا، التنسيق ما بين القوات سواء جوية بحرية دفاع جوي حرب إلكترونية استطلاع وإلى آخره، دي أسلحة مشتركة بيتم فيها التنسيق بتنظيم تعاون معين يطول شرحه. أنا بتكلم على دور القوات الجوية. نعم يعني ممكن أقول لحضرتك البحرية عملت إيه، ده مش دوري. الصاعقة عملت إيه، ده مش دوري. أنا بتكلم على دور القوات الجوية في الضربة الجوية اللي قامت بتنفيذ أو بتحقيق 95% من مهامها في سيناء اللي بيها العبور. العبور تم مفروض والمدفعية ضربت بعد رجوع الطيارات مش قبل رجوع الطيارات. لكن أنا يعني أنا أقول لك وأنا لست بخبير، لم يكن لتتم أي نوع من أنواع العمليات بدون غطاء جوي في هذا الوقت. الشيء الطبيعي ده هيجي بعدين بقى. نعم. يعني ده لو في فرصة للكلام هيجي بعدين. إنما الغطاء الجوي بعد الحرب، الحرب مش ضربة جوية والعبور أو اقتحام، أنا بسميه اقتحام مش عبور بمناسبة. نعم. عبور عبور سليم أو أسالم، إنما الاقتحام اقتحام بقوة. نعم. ورد فعل فظيع. أنتم في بداية الحرب ضربتم النقاط الرئيسية ومراكز الاتصال. القوات الجوية ضربت جميع النقط حسين زي ما قلت حضرتك، ومركزين من أهم المراكز اللي موجودة في سيناء اللي هو مركز القيادة والسيطرة ومركز التشويش والإعاقة. اللي بيها انقطع الاتصال ما بين إسرائيل الأم والقيادة في سيناء، اللي بيها ان حصل شلل تام للعدو الإسرائيلي من بعد الساعة 2 يوم 6 إلى تاني يوم الساعة 7. طيب هل كانت العملية مفاجئة بحيث أنه لم تعترضكم أي أنواع من الطائرات الإسرائيلية؟ طبعا هو القوات الجوية لما تروح تضرب ما بتضربش كل الطيارات. في طيارات متخصصة في الضرب الأرضي لأن احنا تخصصات. الطيارة المقاتلة القاذفة زي السخوي والميك 17 هي المسؤولة عن ضرب الأهداف الأرضية. الطيارات الميج 20 المقاتلة بتحمي هذه الطيارات إنها توصل في لأهدافها تقوم بالمهمة وترجع تاني. لو في حد اعترض الطيارات دي اعترضها قبل ما توصل الهدف يبقى ما حققتش الهدف. فشلت. ولكن عشان تنجح لابد إن يكون فيها حماية توصلها الهدف وترجعه سالم، لأن الطيارة اللي طايرة شايلة قنابل عشان تروح تضرب هدف ما بتشيلش صواريخ ضد الطيارات. طيب متى استفاق سلاح الطيران الإسرائيلي بعد كم يوم؟ سلاح الطيران تاني يوم. في اليوم الثاني. اليوم الثاني يوم 7 لما فكر يطلع يضربنا. طب كيف استطاعت طائرات الانطلاق من هناك وأنتم قد ضربتم جميع المدارج؟ أقول لا بتطلع من إسرائيل، أنا ما ضربتش إسرائيل. ضربتم القواعد داخل سيناء. داخل سيناء. وليست إسرائيل. أنا ما اقدرش أوصل إسرائيل من خلال طريق معين لأن المدى بتاع الطائرات مدى قليل. ترى 120 تطير ساعة. طيب العنصر الحاسم بقى يعني حينما استفقت إسرائيل وبدأت تخرج الطائرات الإسرائيلية حدثت المواجهة، كيف انتصرتم في تلك المواجهة؟ لما أفاق العدو الجوي، أنا بكلم العدو الجوي برضو عشان كلامي يتفهمش بطريقة أخرى. العدو الجوي لما أفاق في يوم 7 الساعة 9 صباحا قام ضرب مطارات الدلتا. بيعمل ايه؟ بيطلع من اسرائيل شمالا ثم يتجه غربا في البحر خارج المياه الاقليمية وينزل جنوبا على الدلتا بطاراته اللي هي بتشيل قنابل زائد انها بتطير مدة طويلة. ضربها بمعنى ضرب الطائرات وضرب لا ما ضربش لسه، ما قلناش ضرب. احنا بنقول طلع من اسرائيل شمالا ثم اتجه الى مطارات غربا الدلتا. وبعدين جنوبا في اتجاه الدلتا لمطارات الدلتا. كان فاكر انه ممكن يقوم بمهمه زي 67، ولكن احنا كنا بالمرصاد، احنا ما كناش قاعدين نايمين. احنا كنا واقفين في مناطق محتمل يخترق منها العدو. الجبهه المصريه في خلال فوق في الدلتا كنا واقفين واسقطنا من طياراته ووصل لمطاراتنا طيارات قليله جدا يوم 7 اللي بيها ما حصلش تدمير لأي، ممكن تعطيل ولكن لا يحصل تدمير لأي مطار في الدلتا. مش هسمي أسامي جميع مطارات الدلتا. لم يصل إلى مطارات الدلتا العدو الجوي الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر. حصل لهم نوع من الإحباط. هي دي القوات الجوية المصرية اللي احنا فاكرين هي ضعيفة، هي دي القوات الجوية المصرية اللي المفروض ما بتحميش. لا، احنا بعد الضربة الجوية بنقوم بمهمة حماية حدود الدولة بالكامل. طيران احنا عشان ابقى منصف، احنا والدفاع الجوي، الدفاع الجوي ليه مهمة واحنا لينا مهمه. طبعا حضرتك تعلم ان قوات الجو والدفاع الجوي قبل سنه 70 كان سلاح واحد لان التنسيق بينهم بعض التنسيق قوي جدا، كانوا يعني سلاح مشترك. سلاح مشترك. نعم. اسمها القوات الجويه والدفاع الجوي. الدفاع الجوي تحديدا له كان له الدور الاكبر يعني في صاروخ سام 6 تقريبا. لا يعني هو مش دار. نعم. هو ليه مهمه وانا ليه مهمه. هو صاروخ بيطلع من قاعده
بيضرب طيار على ارتفاعات معينه، وانا صاروخ راكبه بني ادم بيطلع بطريقه معينه عشان يقاتل الطرف الجوي. طيب اهم المواجهات التي واجهتها انت شخصيا، انت بالميج 27 ميج 21، هل يعني هل حدث اشتباك بينك وبين طائرات انا كان ليا الحظ ان انا اشتركت من يوم 6 ليوم 24، 19 يوم قتال. عملت حوالي 7 اشتباكات. انا اشتبكت مع جميع انواع الطائرات الاسرائيليه. من 6 ل 24 بعد وقف اطلاق النار. والحمد لله ربنا وفقني، انا وقعت طائرتين فانتوم اف 4 في طائرتين فانتوم. واحده يوم 14 يعني طائره مانوال وقعت اثنين اوتوماتيك، يعني يعني طائره منافلة في نفس الوقت، في نفس الوقت ام انه في اشتباكين منفصلين. فكان في زي ما حضرتك يوم 7 لما هاجموا ما وصلوش حصل لهم ازعاج. قاموا رجعوا. انا بتكلم مع قوات الجويه ما وصلوش نتيجه انكم اشتبكتم معهم. لا احنا كنا واقفين في كنا طايرين في مناطق الاقتراب بطريقه تخليهوش يعدي من هنا. واللي لو هو مثلا جايب 20 30 طياره ممكن يعدوا 10، جايب 60 طياره ممكن يعدي منهم جزء، ولكن انا بمنعه وبضعفه في هذا الخط اللي جاي منه، لان انا ما اقدرش اعمل خط اثناء الحرب بالتنسيق مع الجيش الثاني والثالث. انا بعدي حته قصيره، ما اقدرش اطلع في البحر شمالا ثم شرقا ثم جنوبا على اسرائيل، ما اقدرش. طياراتي ما توصلش، طياراتي ما توصلش. انت تحدثت عن نقطه هامه جدا، انتم لم تهاجموا فقط في اليوم الاول ولكن بداتم خطوط الدفاع يوم ابتداء 7 من اليوم الثاني عند الدلتا المصريه، المنطقه التي يخترقون منها يعني المجال الجوي المصري. تمام. يعني حينما منعتم دخول الطائرات الاسرائيليه، احنا مش منعنا، احنا قللنا اعداد الدخول. وبعدين في بعض الطائرات احنا في نقط مختلفه. الطائرات بتبقى عامله مظله بيستلمهم من والى، اللي بيعدي بياخد بتتعامل مع الطائرات اللي بعدي وهكذا لغايه فوق المطار. فوق المطار بيبقى حاسس ان هو مذعور، طائر اسرائيلي بيبقى مذعور، فمعظم القنابل اترمت ما بين الممرات او خارج المطار. طيب يوم 7 معلش، يوم 7 لما حصل كده حصل لهم ازعاج، قعدوا 8 يفكروا يعملوا ايه في قوات الجويه المصريه دي. قام يوم 9 ضربونا بدري شويه، ضربونا بدري شويه، طلعوا الساعه 7:30، اعداد اكبر شويه، نفس الحكايه، وصلوا الى حد ما الى المطارات. الى حد ما حصل تعطيل الى بعض المطارات، في تعطيل ما، مش اسكات او تدمير، تعطيل. بعدين ما حصلش ان احنا طلعنا تاني يوم وقامت القوات الجويه ضربت في بالنسبه لمقاتلات القذفه في بر الجيوش وخلافه، وبالتنسيق مع الجيوش المدنيه في الطائرات اللي هي بتقوم بمعاونه الجيوش المدنيه، اللي قال ان القوات الجويه المصريه لسه عايشه. فيعمل ايه؟ بدوا يفكروا يوم 10 و11 و12 و13 عشان يقوموا بمهمه ضرب وخروج، يخرجوا القوات الجويه بره المعركه يوم 14، ودي كانت الاطول معركه جويه في التاريخ القديم والحديث، اللي النهارده اتغير فيها عيد القوات الجويه من 2 نوفمبر الى 14 اكتوبر، لان دي معركه نقف لها ساعه او ساعتين، دي موضوع محتاج دراسه بقى، يعني هو يحتاج حلقه اخرى. وقد تداركنا الوقت، يعني نعتذر منك لان هذا الموضوع موضوع هام، ويعني مشاركه كبيره شاركت بها انت في هذه الحرب العظيمه التي غيرت مسار التاريخ المصري، ولكن قد تداركنا الوقت. لا يسعنا غير شكر سياده اللواء طيار ناصر موسى، أحد أبطال حرب أكتوبر، ونتمنى أن تكون معنا في حلقات قادمة ونتيح لك وقت أطول. شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لكم مشاهدينا. تابعتم معنا تلك الحلقة من برنامج المشهد، غدا فريق عمل جديد، مشهد جديد، موضوعات جديدة. كونوا دائما مع قناتي للأخبار.